عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في لندن اليوم اجتماعا مع معالي السيدة أماندا ميلينغ وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث بالمملكة المتحدة في إطار الاجتماع 14 لفريق العمل الوزاري البحريني البريطاني. وخلال الاجتماع أكد وزير الخارجية على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة الشهر الماضي. وأعرب وزير الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بإدراج المملكة مؤخرا على نظام التأشيرة الإلكترونية في المملكة المتحدة كوسيلة مهمة لتسهيل السفر بين البلدين وتعميق العلاقات بين الأفراد على جميع المستويات. من جانبها أشادت معالي السيدة أماندا ميلينغ بما تشهده علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة، كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وعدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بعدها ترأس الوزيران الاجتماع 14 لفريق العمل الوزاري البحريني البريطاني، حيث تم استعراض القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقد قام سعادة وزير الخارجية ومعالي وزيرة شؤون آسيا والشرق الأوسط بالتوقيع على البيان المشترك بين الجانبين، والذي أكد من خلاله الجانبان على رغبتهما المشتركة في دعم تعاونهما الثنائي في المجالات الحيوية ومواصلة تبادل المعرفة والخبرة بين الطرفين.